جو نشأت وتطورها، نحكو على الانترنت، نشأتها وتطورها. في سنة 1968 أسس الباحثون شبكة أطلق عليها اسم أربانيت، وهي اختصار لشبكة وكالة مشروع الأبحاث المتقدمة، وذلك كمشروع خاص لوزارة الدفاع الأمريكية. يعني شغل الشبكة هذه كاين خاص بوزارة الدفاع الأمريكية وكاين ضمن دولة معينة. وكانت هذه الشبكة بدائية، يعني أو مجوف في تركيبها كانت محدودة جدا وبدائية، مرتبطة بواسطة توصيلات هاتفية في مركز الأبحاث للجامعات الأمريكية. يعني كاين شغل خاص بدولة معينة وكانت شبكة محدودة. بعدين الشبكة هذه نمت، هذه الشبكة بشكل ملحوظ وسريع، مما نتج عنه اليوم ما يسمى بشبكة المعلومات العالمية اللي هي الانترنت. يعني احنا يهمنا تاريخ او نشأتها ومن اسسها، اسسها بعض الباحثون، ومن خاصة بالشغلة في البداية كان خاصة بشغل للوزارة الدفاع الامريكية.